بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وبعد، ها نحن نستقبل عامنا الجديد وقد مضت سنون ونحن ثابتون على العهد، ماضون في الطريق نفسه، طريق ذات الشوكة. فبعض ممن كان معنا في مقدمة الطريق رحل إلى العلياء عابرا قنطرة الشهادة، وبعض اختار أن يبني مجده في زنزانة صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في صمودها وعنادها للطواغيت. أما نحن فما برحنا الساحات التي عاهدنا أنفسنا أن نظل عاكفين عليها حتى بلوغ النصر المبين. من هذا المكان أمام منزل القائد المجاهد البصير الأستاذ عبد الوهاب حسين، وفي هذه الساعات الأولى من العام الجديد 2016 نعاهد قائدنا ونعاهد بقية أصحابه القادة، ونعاهد الأسرى في سجون البغي، ونعاهد الشهداء في جنان الخلد، بأننا سنبقى هنا في كل ساح، لن نترك الكفاح، وسنبقى ثابتون صامدون رغم السجون والمنون، حتى ينبلج بصيص نور الانتصار من خلف ركام الظلم الظلام. شباب النويدرات، 1 يناير 2016.